يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: احتج علينا أحد المعلمين الذين يرون أن في القرآن مجاز بقوله سبحانه: فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. يا أخي، الإرادة لكل شيء بحسبه، فإرادة الجدار أن ينقض يعني مال إلى السقوط، مال إلى السقوط. فإرادة الإنسان شيء وإرادة الجدار شيء آخر، كل شيء له إرادة بحسبه. وهذا آفة الذين يقولون بالمجاز، ما يعرفون الإرادة إلا في الإنسان فقط، ما يعرفون الإرادة إلا في الإنسان، مع أن كل شيء له إرادة بحسبه. الجدار له إرادة، يريد أن ينقض يعني مال إلى السقوط، فالإرادة الميل. نعم.